جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القادم من السودان شيخ صالح أو من بور سودان بالأحرى، هل ميقاته جدة أو ميقاته من حيث أنشأ السفر؟ القادم من الآفاق يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه، إلا ما ذكروا من أن من جاء من السودان من سواكن، نعم، جاء من سواكن، نعم، إلى جدة، قالوا فهذا يحرم من جدة، ما شاء الله، لأن سواكن محاذية لجدة تماما، أما غيرها فهو مائل عن جدة، إما من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، فهذا يحرم من الميقات الذي يمر به إذا حاذى برا أو بحرا أو جوا.